Ada kenal, assalamualaikum. Saya kami النهاردة دي الفوق بالليل علشان إن شاء الله النهاردة أنا نايت شيفت من 11 بالليل لـ 7 الصبح. النهاردة تمرين كتف إن شاء الله. كنت المفروض خارج النهاردة بس مشيش الموضوع بس يلا الحمد لله. النهاردة إن شاء الله التمرين تعجبكم. بس مفيش حاجة النهاردة غير كده. لما اوصل جيم ان شاء الله اوريكم ال لما اوصل جيم ان شاء الله اصوركم بقى التمرين وان شاء الله النهاردة تكون كويسة بإذن الله. يلا في الجيم ان شاء الله. هنا اول تمرين في الكتف. انا دايما كنت ببدأ بالكتف الخلفي علشان الخلفي عندي كان ضعيف وكتير قوي من الناس بتهمل الكتف الخلفي او متلعبهوش يعني بشكل مظبوط قوي او مبدلوش اهتمام كويس يعني. فالتمرين ده قوي جدا للكتف الخلفي. هنا بنعمل اربع مجموعات. المجموعة بتبقى warm up بعد كده بتيجي بقى هنا المجموعة التانية والتالتة بتتقل فيهم شوية بعدين هتيجي المجموعة الأخيرة خالص المجموعة الرابعة تحط فيها الوزن التقيل اللي تعمل منه الدروب سيت للخفيف تعمل 4-5 عدات وتنزل الوزن. هي بقى المجموعة الرابعة الدروب سيت الوزن ده 4-5 عدات وبنزل 10 بعدين 10. بعد كده تاني حاجة هنا الجانبي بنلعب على البار بننزل overhead تقريبا في النص الراس كده لو قدام ولا ورا نفس الطريقة برضو. المجموعة بتبقى عادية بتبقى 10-12 عدة. المجموعة التانية بتبقى ممكن 10 عشان بتقل فيها شوية. المجموعة التالتة بتبقى الدروب سيت 4-5 عدات وتنزل بالوزن حد أقل وزن شوية بتنزل فيه بتعمل فيلير. دي مجموعة التانية زودت 10. دي بقى المجموعة الأخيرة للدروب سيت. مهم جدا يكون حد واقف وراك بيساعدك عشان المجموعة دي بتبقى صعبة وكمان عشان يشيل معاك الأوزان.
بعد كده الامامي. التمرين ده كويس جدا، لعبه بالايزي بار او الزجزاج، ماسكه ضيقه نفس الطريقه، 3 مجموعات، مجموعه عاديه 10 مش عاده، بعد كده تبقى 10 مثلا، والثالثه تبقى دروب سيت. هنا بقى نيجي بقى للرفرفات، خلاص كده البريسات. نيجي بقى هنا الرفرفات، ده رفرفة خلفي على الكيبل، تمسك الواير نفسه بتخلي مستوى الكيبل عند تقريبا كتفك او اعلى منه بحاجة بسيطة، وزي ما انت شايف كده بتثبت ظهرك وكتفك بس مش شغال، كوعك ما يتنيش كتير، وعشان ما تشتغلش معاك تراي قوي، يعني انا عايز اكتر حاجة تكون شغالة معاك الكتف. نيجي بقى هنا الرفرفة الجانبي بالدمبل، كنت قاعد برضو في الجانب بنعمل نفس الموضوع، مجموعة وزن كويس 10-12 عدة، ممكن 15 عدة. المجموعة التانية برضو بتبقى وزن أقل شوية، بتلعب مثلا 10 عدات، والمجموعة التالتة بتجيب وزن تقيل بتلعب بيه 4 أو 5 عدات وتضرب بالوزن نفس الكلام. دي المجموعة التانية اللي فاتت كنت بلعب ب14، دي بلعب ب20، دي برضو حوالي تقريبا 10 عدات. دي بقى المجموعة الثالثة اللي هي الدروب سيت، جيت هنا بدأت 25، 4 أو 5 عدات تقريبا، 5 عدات وبتنزل بالوزن. هنا نزلت لحد 10 كيلو، مش تجيب فيلير فيها في الآخر. بعد الخلفي والجانبي نيجي بقى امامي، التمرين ده حلو جدا وقوي قوي على الكتف الامامي، بتخلي البنش يعني ما بين الشيست العالي وما بين الكتف البريس العادي، وزي ما انت شايف كده بتثبت ظهرك كويس لحد ما، ودراعك مفروض على الاخر مفروض عشان يبقى كل التركيز على عضلة الكتف الامامي. اخر حاجه خالص الترابيز او الدمبل شراجز، هنا بتحاول تلعب وزن تقيل وفي نفس الوقت تجيب عدات لحد ما كتير، يعني اقل حاجه تجيبها 10 عدات فما فوق، وبتحاول مساعدة فيها شويه بس. ودي اخر حاجه في تمرينة النهارده، اشوفكم ان شاء الله التمرين الجايه. سلام.